قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا بكم داخل وخارج الوطن. ما قاله أبو الأمة المغربية وصانع المسيرة الخضراء قدس الله روحه وجعل الله مسكنه في جنة الخلد مع النبيين والصديقين جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني تولاه الله برحمته. أما المغاربة أنا أعرفهم حق المعرفة وأفتخر بهم، فليسوا أكباشا، والله لو علموا أنني أسيرهم كما يسير بعض القادات شعوبهم كالأكباش والله لما أطاعوني، والله لو علموا أن شخصا أو هيئة سوف تسيطر عليهم والله لأخذوا أسلحتهم ولاعتكفوا في المساجد ولفروا إلى الجبال حتى يبقوا كما كانوا دائما شعبا حرا لا يريد أن يسير بل يريد أن يخير. إلى الحكومة الحالية، إنه الملك الذي كان يحسب له ويقعد ما قاله وشهد به عن شعبه العزيز. فويلكم من إصدار القرارات العشوائية بين عشية وضحاها الغير مقبولة من طرف المواطنين قبل النقاش دون إنزالها لقبة البرلمان وعرضها على نواب الأمة الذين يمثلون المواطن المغربي من طنجة إلى الكويرة، الذي عبر عن التغيير يوم 8 شتنبر وتطبيق ما خططه ملكنا الهمام نصره الله سيدي محمد السادس أدام الله عزه، وما أشار إليه في عدة مناسبات. أول قرار حكومي يصدر في استعجال بعد عودة المواطنين من عطلة العيد، نزل قرار إجباري. أصحاب القرار، هل لكم موارد بشرية لتلبية استقبال الوافدين لإجراء عملية التلقيح؟ ماذا نتج عن القرار؟ هل كل كما أجبرتموه في الحصول على الجواز؟ أصبحت طوابير من المواطنين والتلاميذ في الانتظار ساعات طوال اليوم أمام مراكز التلقيح. ماذا فعل بهذا أن ينتج عنه فوضى المؤدية للعنف والتشابك نتيجة القرار المستعجل؟ فتبا لكم. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عطوني فلوسي عباد الله، عطوني فلوسي، وعطوني فلوسي، ما بغيتينيش نبسطك اسيدي، عطيني فلوسي، ما بغيتينيش اسيدي نبسطك، حتى انا تابعني ولادي خارجين من المدرسه وما غنديرش باص اسيدي، ما غنديروش اسيدي، انا حر وانا سيدي الدوله، وانا سيدي نسكرت على الدوله اللي حدات عندها فلوسي، انا حدات عندكم انتمايا. أشرف الله يرحم الوالدين، ما تتعاملوش معنا بهذه السياسه ديال النخال، خلي البهايم كيتسناو. السي وزير الصحه الا باغي دير شي حاجه وارحم هاد المستضعفين اللي جالسين، والسي وزير الداخليه والا مازال عندك شي سلطه الله يرحم الوالدين خذ شي قرار. داك الفاكسيناسيون اللي صدعتوا لينا بها راسنا راه 20 مليون مغربي تلقح، اش بغيتونا نديرو مازال؟ اش بغيتونا فين نتلقحوا مره اخرى؟ تلقحنا ولاش صالح داك التلقيح الا ما غنخرجش، الا ما غنمشيش نتريني، والا ما غنمشيش للحمام؟ السي الفتيت ودير معنا حل الله يرحم لك الوالدين، والسي عيد الطالب وترجل مره واحده في حياتك، وثلاث سنين ولا اربع سنين تمكمش، وخذ قرار مناسب وملائم للمغاربه. هذه الحاله اللي كدير راه كتضحك علينا صاحبي، واجمع راسك وزير الصحه، ما بقى لك ما قد ما فات، ووزير الداخليه اجمع راسك وتعامل بشويه ديال المواطنه مع المغاربه. هذه الحاله اللي دايرين في المغاربه راه ماشي معقوله. السلام عليكم. المشاركة في القناة، لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد، تشجيعا لنا.